سؤال لي أنا بشرت ليك أنت ليك أولا شكرا لك. كما تعلمون أنه العمل الخيري الإنساني يجب أن نهتم بشيء واحد هو الإنسان وفق المعايير الدولية الإنسانية كعمل إنساني بحت. لسنا مع طرف ضد طرف ولا طرف ضد طرف آخر. بنعمل مع كل الأطراف. بتوصل مساعدات اللي نقدمها الحمد لله إلى كل الأطراف. قد يكون هناك نوعا ما في بعض الإشكاليات من منطقة إلى منطقة، لكن لا يعني هذا العمل إن هناك إعاقة لعمل الإنسان. لا، نكون منصفين في كل المحافظات في عدن، في أبيان، لتصل المساعدات للناس المستحقين. بس أقول لك نقطة مهمة جدا. الفجوة الحاصلة بين الاحتياج الفعلي الحقيقي للناس وبين التمويل الموجود حاليا، بمعنى انه اذا في منطقه استهدفنا فيها 2000 حاله، الاحتياج الفعلي 10,000 حاله، وبالتالي 8,000 حرموا. هذا 8,000 حرموا، 2000 حاله اللي اديناها لهم 8,000 حرموا، وبالتالي هناك نوع من انك تقول انه انا في تاثير. لا، ما فيش تاثير بأي حال من الأحوال بكل الأطراف. ما أعتقد أن العمل الإنساني طالما أنه عمل إنساني بحت لا يخضع لأي معايير، والحمد لله كمنتدى نعمل مع السلطات المحلية في كل محافظة. أرجع أقول نقطة ثانية، من أحد إحدى المعايير الإنسانية هي القيادية، والثانية اسمها إيه؟ لا، النيوترالتي يعني الاستقلالية. يعني وجزء من تكوين الشخصيه اللي عامل الاغاثه انه يشتغل مع جميع الاطراف الموجوده في المكان. يعني مع جميع الاطراف، مع انه لا 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 يصح ان تكون له وجهه سياسيه في العمل الانساني. وده احنا اتعلمناه من 20-30 سنه في قضايا الشوشان وقضايا البوسنة الى اخره، وكنا بنوزع المساعدات على الجميع في جنوب السودان في خط حدود النزاعات. فلا بد العمال الاغاثه ان يعملوا على الجوانب مع كل الحكومات. انا ملتزم بحكومه المحليه وما تقوم. كل انا شخصيا ليا وجهه نظر مختلفه، دي حاجه شخصيه ليا، لكن الوضع الانساني كي يتصل مع سعادات لكل انسان محتاج، لا بد ان اتعامل واحترم قوانين الحكومات. صارت فيها البلد او اللي انتم عايشين فيها،
الحريات الموجودة والفكر والثقافة بغض النظر عن الوضع السياسي. لكن أنا كان أتمنى أنه الجالية اليمنية بشكل عام تمثل نموذج يمتلى به بكل الجاليات الموجودة في كل المحافظات وبكل المدن، سواء ردة أو في أي ولاية من الولايات أو في أمريكا أو في أي مكان، لأنه لا بد أن يكون هناك صوت واحد. اليمن، الوضع الإنساني في اليمن بحاجة إلى تعاون الناس جميعا، بحاجة إلى تكاتف وتعاون الناس جميعا بغض النظر عن سن أو صوت أو عين. هو اللي وصلنا إلى هذا، اللي وصلنا إلى نحن فيه اليمن هي الاختلافات السياسية. إحنا مش مختلفين ثقافيا ولا مختلفين دينيا، ديننا واحد، بلدنا واحد، إسلامنا واحد، يعني ما اعتقدش إنه إحنا، لكن إنه تصل امتداد الخلافات الداخلية إلى الخارج هذه مشكلة. أنا أعتقد بها إني فعلا مشكلة، ما كنت متوقع إنها تكون موجودة يعني. وفي أدوية تصنع محليا، فما أدري هل هذا
بالنسبة للموضوع الأدوية، أنا بالمناسبة أعمل نائب مدير عام مستشفى 70، أنا مستشفى خاص بالأمومة والطفولة، يعني أنا ربما لي 10 سنوات أعمل في المجال الصحي أو أكثر من ذلك. الأدوية الآن المصانع، في مصانع تأثرت أو ضربت أو تأثرت أو توقفت، سواء فقدان الكادر أو عدم يعني وجود الديزل كان سبب أساسي في أنها تتوقف، لأن الكهرباء وكان وصلنا لمرحلة أنه انعدام مادة الديزل يعني شبه منعدمة. لكن الأدوية اللي هي اللقاحات متوفرة بالصحة العالمية وهذا موجودة، اللي يهمنا الآن الأدوية الدائمة اللي هي الأدوية الخاصة بالضغط السكر، أيضا الأدوية الخاصة بغرف العمليات. أنا أعاني في مستشفى 70 ومعايا أدوية تخدير شبه منعدمة، المضادات الحيوية للأطفال أيضا، يعني هناك شركات مش موجودة الأدوية، انتهت الأدوية أو أدوية خاصة بأمراض مزمنة شبه مفقودة في اليمن، وإن وجدت بأسعار مضاعفة عما كانت عليه سابقا. بالنسبة زي ما قلت لكم في إمكانية أنه إذا في هناك أدوية وفي مجال مساعدة الأدوية، وهو ربما في مستشفيات رئيسية في كل محافظة من المحافظات، وربما يكون بشكل عام الأمراض المزمنة الشائعة اللي هي الضغط والسكر، هذه أكثر الأشياء اللي بحاجة إليها، وأيضا أدوية التخدير وغرف العمليات بشكل عام، المضادات الحيوية للأطفال، وأيضا الاحتياجات بالنسبة لأمراض النساء والأولاد بشكل كبير. آخر سؤال تفضل. بس عشان لا نحن نهتم الآن بكلام التغذية. تغذية. لكن نسينا حاجة مهمة وهي التعليم. تعليم. فنحن أيضاً كمان مهتمين بالتعليم، ونرسل بالحقيبة المدرسية للأطفال في المدارس، فيجب أنه أيضاً تساعدونا على هذه الناحية. تعليمية. تعليم لأنه مهم. طبعاً. جزاك الله خير. فضل الوقت. سؤال الأستاذ السوسي، يعني تقريباً بنفس المجال، الله يجزيكم الخير. يعني هل الإغاثة الإسلامية في اليمن تأخذ طابع فقط الإغاثة السريعة زي المعدات الطبية مثلاً والسلال الغذائية وهذه الأشياء، أم كما ذكر الأخ الكريم يعني هناك توجهات مثلاً لمشاريع صغيرة، يعني زي فرن مثلاً خبز، زي كفالة أيتام دار أيتام، زي أشياء يعني لإشراك المؤسسات العمل المدني الميدانية هناك؟ شكرا اخي. احنا نشتغل بالعمل التنموي اكثر من العمل الاغاثي، يعني احنا مش فقط نشتغل في الحاجات الطارئه السريعه وتزويد يعني الناس بالسلال الغذائيه والمستشفيات، لا، نحن ندخل في اليمن على سبيل المثال 3000 يتيم فرد، هذا فقط بس، ونشتغل مع امهاتهم في عمل مشاريع صغيره، وايضا مشاريع التعليم ليس فقط بتزويدهم بقرطاسية وإلى وحقائب وآخر، أيضا نقوم بتدريب المعلمين والمعلمات. إحنا جزء من عملنا، إحنا طبعا نفتخر باسمنا كإغاثة إسلامية وهكذا سميت، لكن هي فعلا نقوم بالمجال التنموي الآن في طبيعة مشاريعنا، لربما مش في اليمن خلينا نقول، لكن إذا بدي أكون دقيق، إحنا في اليمن عندنا ما يقارب من 35% من مشاريعنا هي مشاريع تنموية. في دول أخرى تزيد عن 70% مشاريع تنموية وفقط مشاريع إغاثية وطارئة وفقط 30%. لكن إحنا هذا توجهاتنا هي التوجهات التنموية في كل دولة نعمل فيها إن شاء الله. آخر سؤال من الأسماعي أونلاين. هو اللي عندنا الجرحى والمرضى، الجرحى والمرضى في حدود السعودية في حد بيوصل لهم معونات، كذلك في جيبوتي وفي الصومال، اليمنيين في سان في اليمنيين موجودين في الصومال، وفي الهند بس انا كنت يعني عامل بروح الهند بنشوف جيبوتي، يعني نبدا بجيبوتي وبعد نسافر بعد كده الهند. نسيت رحت جيبوتي ونسيت الهند، معانا مجموعة من الأمراض. يعني عندكم ناس بتساعدوا ناس في الهند؟ جميع يا
اليمنيين راحوا الهند على اساس يتعالجوا تبع السبل تقطع بهم السبل يعني اليمنيين عايشين في الهند لكن في يمنيين عايشين في الصومال يعني ذهبوا للصومال وعلى الحدود وفي في جيبوتي وفي الجرحى اللي في موجودين على الحدود هناك هل هناك في جمعيات شغاله بالنسبه في اليمن اعتقد الناس مهتمين بداخل البلد حقيقه الوضع الانساني سيء في البلد وبالتالي انا على حد علمي انه ما فيش جمعيات اذا كان في يمكن اذا كان في تجمعات في البلدان نفسها لكن من داخل اليمن او مؤسسات او جمعيات داخل اليمن تعمل فيها الجانب اعتقد بالنسبه للصومال وجيبوتي كان في جمعيات من هنا من خارج من اوروبا وامريكا وصلت للصومال وصلت يعني احنا بنتكلم في السؤال ايه ان الجمعيات اليمنيه داخل اليمن شغاله على الحدود وشغاله مع كل المحافظات في اليمن اما في الصومال وجيبوتي الجمعيات اليمنيه ما عندهاش قدره اللي داخل اليمن لكن في جمعيات انا عارف ان المؤسسه السابقه كانت بعتت بعثه لجيبوتي وكان من شهرين في الهند في جمعيات اوروبا وامريكا بتستطيع توصل معونات لجيبوتي والصومال في برامجها وللهند كذلك، لكن الجماعات اليمنيه داخل اليمن قدراتها فقط انها تشتغل داخل اليمن. طيب اخر سؤال عشان احنا طولنا عليه. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للدكتور الزملاء حضروا وسؤالي هو لا شك أن الأولوية لدى المؤسسات الإغاثية هي توصيل الموارد الغذائية، توصيل الماء، توصيل الأدوية وتوفير المأوى. لكن وما ذكر الله سبحانه وتعالى في يعقوب ورب هذا البيت الذي أطعمه الجوع وآمنه بالخوف، في علاقة بين الطعام والأمن بمعنى أنه لا يكون في توفير الموارد فهل المنظمات الداعمة التي تندرج تحت اليوم لديهم استراتيجية دعم لخلية بناء السلام وتحويل النزاع بما يكفل استقرار وبما يكفل وصول الخدمات هذه ويساعد المنظمات العامة الإغاثية في تحقيق أمن غذائي هل هذه الاستراتيجية موجودة وما هي الأمم المتحدة تقوم بعمل انساني وعد اللي بتشارك فيها اطراف في نظرهم هو عمل انساني. وكانت ناجحة جدا لكن لربما الآن
هو مهم جدا ان نعمل ان نستمر في العمل على ذلك، لكن دخول اطراف خارجيه في اليمن بتخيل اصبح نزاع دولي وليس نزاع يعني داخلي. تستطيع ان تطوق وتتعامل مع الشيوخ والعشائر والقبائل؟ اصبح اكثر صعوبه ولكنه ليس مستحيل. اخر سؤال عشان ايام انترنا نغلق او نغلق يعني او نختم نقفل الدكان نرفع روحنا المعنويه. السلام عليكم. السلام. انا اعتذر على التداخل مع وجود الاخوه اليمنيين هنا، لكن استسمحكم ان اشارك معكم. اتصور ان الجميع يجمع هنا ان المشكله في اليمن المشكله الاصعب في اليمن. أظن الجميع هنا يجمع أن المشكلة الأصعب في اليمن هو عدم وجود اهتمام بالقضية. هناك اهتمام بقضايا أخرى كثيرة، ولكن الاهتمام بالأزمة اليمنية غير واعي أو ضعيفة جدا، وهذا سبب الأزمة الأكبر لدى حتى الجمعيات الخيرية والجمعيات الإنسانية. سبب عدم الاهتمام من وجهة نظري أنا، واللي أجزم أن أغلبكم هنا يتفق معها، أن جنوح الكثيرين وحتى من الإخوة اليمنيين إلى الرؤية السياسية ولا الانحياز السياسي، بعيداً عن الانحياز الإنساني وبعيداً عن الانحياز إلى اليمن أرضاً وشعباً وإلى أطفال اليمن. صاحب الشرعية الأكبر في اليمن ليس الرئيس فلان ولا فلان، صاحب الشرعية الأكبر في اليمن هو هذا الطفل، هو هذه البنت التي تبكي أمامنا وتشتكي الجوع. الاختلاف السياسي واختلاف الثقافات وحتى اختلاف الأديان ليست مشكلة كبيرة. المشكلة الكبيرة أن نحول هذا الاختلاف إلى صراع، إلى قتال، أن يكون هذا الاختلاف على رؤوس الأطفال، على أنقاض الناس، على تدمر البلاد من أجل هذا الاختلاف. إذا استطعنا أن ننقذ هؤلاء وأن يؤمن لهم الدواء والعلاج وأمنت حياة هؤلاء وأمنت لهم حياة كريمة، حينها نفكر ما هو الخلاف السياسي بيننا. لأن الخلاف السياسي هو ترف بعدما نحل الخلافات الإنسانية أولا. أول الخلاف السياسي أول يحل الإشكال الإنساني، ينقذ هذا الطفل، تنقذ البلاد من جحيم هذه الأزمة الطاحنة التي تحصل فيها، حينها يمكن الحل الإنساني. ومن هنا نقترح اقتراح، واقترح هذا الاقتراح بشدة، أن يعمل الأخوة هنا خاصة مع اليمنيين الموجودين هنا، اللي هم ربما يعني لديهم نظرة إنسانية وعاشوا الحياة التجربة المدنية في هذه البلاد. اقترح عليهم بشدة أن يعملوا على رفع الوعي لدى ليس فقط الشعب اليمني، ابتداء من الجالية اليمنية الموجودة هنا، أن الصراع السياسي يكون آخر. أولاً تحل أزمة الإنسان. الصراعات يجب أن لا تكون مسلحة، لا تكون بالعنف، لا تكون بالقوة، لا تكون باستقواب خارجي، أي كان ذلك الخارجي. قبل ذلك كله ينقذ الشعب اليمني، ينقذ الأبرياء، ينقذ الأطفال. الأخ داعم الشرعية لم يعجب الكلام، هذا لا يضر يا أخي، هذا لا يضر. الشرعية الأولى هي لهذا الطفل، هي لهذا المسكين. اليمن أفضل وأهلا هم أولى من أي صراع سياسي. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. بس نعرف من وين الأخ. طيب.